في تقر تقرا في نشاط إحياء القراءة إحياء الفكر، نشاط تاعنا اللي يهدف إلى احتفال بالقراءة والمقروئية ونشر روح المقروئية في المجتمع كأساس هي لبناء المثقف وصناعة الوعي، والوعي الذي يصنع المجتمع ويصنع شاب مثقف. في تقر تقرا في نشاط إحياء القراءة إحياء الفكر، اليوم نظرين تظاهرة تهدف لتشجيع القراءة في مدينة تقرت ونشر الوعي والثقافة. ورشة جميلة ورائعة، كما يتحاور مع واحد قارئ ولا واحد ماشي قارئ، وكانت أنا ورشة تاع مقابلة مع أستاذ أو مع كاتب أو مع قارئ، وتلك هي ورشات. واش نقول، المهم نادي تقرت تقرأ هو بادرة خير لتقرت، للقراء، للمثقفين، لأي واحد أنا في مدينة تقرت.